قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. في الفصل ما يسكتون إلا إذا قلت السالفة تكون سرية، يعني تخيل أجي أقول له اللي بجنبي سالفة بالسر، فجأة الفصل كله يسكت. بوف كذا يسكت، ليش يسكت؟ ما أدري، كذا داروا إن عندي سر. جد كذا؟ أقول لك توه البارح، قبل يمكن 3 أيام أسبوع. والله ناسي بالزبدة، ما أدري الفصل يقرر، كان يدري إن عندي سالفة. أكمل الجمل التالية محاكيا الجمل الواردة في النص مع مراعاة أسلوب الترجي. مشعل ركز معي يا بطل. ها يا شباب، من يكمل هذه الجملة؟ لعل المحب لوطنه ماذا؟ تفضل يا بطل. يسعى في رفعته. أحسنت، بارك الله فيك. لعل المحب لوطنه يسعى في رفعته. مشعل. نعم صاحب. أعطني جملة مستخدما أسلوب الترجي. لعل الغائب يعود. كفو يا مشعل. مشعل ايش فيك؟ تعبت؟ لا خلاص ما بيلعب. مشعل ترى من يوم ما راح ابوك وانت مو عاجبني ذي الايام. يكون لك فاقد ابوك يعني؟ بسام خلاص اكفي اسئله. قلت لك انا ما بيلعب، ترى بمشي. طيب اوكي خليك على راحتك. يلا سلام. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال، لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.